كوجري دوام برز المهندس حاتم فايز البشتاوي رئيس جمعية الأردنية لإعجاز في القرآن والسنة من مية الحميمة يقدم لنا بحثا أو عنوانا من اللحم الطري. عنده بكالوريوس هندسة ميكانيك وهندسة كهرباء من جامعة حلب سنة 67، وحامل ماجستير إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية من فلوريدا سنة 84، رئيس جمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، عضو مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم في أردن من سنة 93 إلى 2007، عضو جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية الأردنية، عضو جمعية العمومية للهيئة العالمية لإعجاز العلم في القرآن والسنة، عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، عضو الجمعية الأردنية لتأريخ العلوم، ورئيس مركز طارق لتحفيظ القرآن الكريم، وأمين عام نقابة المهندسين الأسبق، وهو باحث وكاتب ومحاضر له عشرات المقالات والأبحاث في الإعجاز العلمي واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، وباحث ومؤلف في النظريات الأعداد الأولية، شارك في عديد من المؤتمرات الدولية وله عدد من المؤلفات العلمية. نرحب بالأستاذ المهندس حاتم البشتاوي، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الدخول إلى هذه العوالم تستغرق العمر كله ولو في أي زاوية من زوايا، ونحن أخذنا هذه الزاوية وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون. والآية الأخرى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله. نحن لا نستطيع أن نشرح الآيتين، وإنما أخذنا زاوية صغيرة هي اللحم الطري من هذه الآيتين التي هي موضوع بحثنا. الله سبحانه وتعالى أحل الناس لحوما غير اللحوم العادية، يعني اللحوم في القرآن 12 مرة ذكرت، ولكن اللحم الطري ذكر مرتين. إنها لحوم البحر الذي سخره الله لنا بما فيه من ثروات ومنافع، وما فيه من كنوز ولؤلؤ ومرجان، وما فيه من عائلات بحرية من أسماك ولحوم طرية. على فكرة في البحر حوالي 250 ألف نوع من العائلات البحرية، عندنا عائلات لا يعلم عددها إلا الله. ولحوم البحر ليست كلحوم البر طعما وغذاء ودواء وصيادا، فهي الأكثر أنواعا والأجمل ألوانا والأسهل مضغا والأكثر فائدة والأقل ضرا على أجسادنا، وقد أباح الله لنا صيدها محرمين أو غير محرمين. هذا البحث أخذ مني وقتا طويلا في إعداده، يتناول بعض أسرار هذه اللحوم، وليس كلها، بعض التي ميزها الخالق العظيم بالطراوة ووفرة الإنتاج وأودع فيها من المنافع ومن جمال الشكل ومن متعة الصيد ما أودع. أما منافعها الإنسان ودورها في تشكيل بنيته وغذائه ورفاهيته بأي أكثر من أن تحصى، فلا زالت ألوف المؤسسات البحثية في العالم كلها تعمل لاكتشاف المزيد من أنواعها وطرق الاستفادة منها. على فكرة 62 ألف عائلة بحرية لم العلماء حددوها ولم يذكروا أسماءها، الآن بدهم يعطوها اسم ولم يحدد الآن لم يعطوها هذا الاسم، يعني عليها دراسة مستفيضة، وهذا البحث طويل. يكشف البحث دور الأسماك في سلة الغذاء العالمي في الاقتصاد العالمي، وهي مصدر رزق لملايين البشر، 60% من البشر يعيشوا على عالم الأسماك، ولا يحتاج صيده إلى الجهد كسائر الحيوانات البرية، ولا في تربيتها كالأنعام، ولا في قنصها كالغزلان، فهي سهلة الصيد وسهلة المضغ وسهلة الهضم. والإعجاز يكمن في خلق البحر وتسخيره، وفي تنوع العائلات البحرية، في تخصيص الأسماك منها، وفي أهميتها التي تظهر العلماء عام بعد عام، وفي إشارة القرآن الكريم إليها في وقت لم تكن البشرية لا تعرف إلا القليل منها، وأهل الحجاز هم من أقل الناس عندهم أسماك وعندهم هذه الثروة العلمية. من أجل تدبرها
ومن أجل شكر الخالق عليها. طبعا دلالة لغوية سخر في القرآن ذكر 22 مرة، ومن هذا التسخير سخر تسخيرا ذللا تذليلا، والبحر ضد البر، واللحم الطري من طرو يطو طراوته، العذب هو الطيب الذي يكسر العطش، وعذب الماء يعذب عذوبة فهو عذب، والفرات شديد العذوبة ماء فرات، والسائغ الذي يسهل انحداره، والملح الأجاج هو المر شديد المرارة. طبعا موضوع اللغوي كثير من الناس بيهتموا فيها، لا نستطيع أن نطيع أكثر من هيك، فهكذا هي عبارة عن معاني عامة. البحار في القرآن الكريم، قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نحن هذه المواضيع بحاجة أن ندرس المقولة في البحر، نعد البحر حجمه ومساحته وعمقه وكثافته، شايف كيف؟ وسبعة أبحر قديش تطلع؟ تتكلم أما أرقام فلكية ضخمة بحتاج قليلنا العلماء يستوعبها، لأن ما عنده الحاسية الرقمية لا يستطيع أن يستوعب عظمة الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة أزعم لو قضينا طوال عمرنا طول عمر في هذه الآية ما ننتهي منها. والآية تشير لعظم المسطح المائي، فهو أكبر موجود جغرافي الأرض، حجم المسطحات المائية 1400 مليون كيلومتر مكعب، والكيلومتر المكعب عبارة عن 1000 مليون متر مكعب، فأنا بتكلم عبارة عن 14 وأمامها 2.11 بتحكي في 15 سطرا أمامها. البحار 97% من المياه في العالم، المياه العذبة 3% منها أنهار جليدية 27% 72% مجر. يجب أن تعلموا أن حجم الأنهار على ضخامتها عبارة عن 6% ألف من المياه، 6 من 100 ألف جزء، شوف قديش ضخامة الأنهار في العالم، وهكذا. وأقل 1% في الغلاف الجوي. طبعا هذه عبارة عن كلمات متواضعة. القرآن في إحصائيات قرآنية البحر والبحار في القرآن في 40 مرة، منها لفظ البحر 33 مرة، والبحرين 4 مرات، والبحار مرتين، وأبحر مرة واحدة. أما الفلك ورد 28 مرة، ووفر سخر مشتقاتها 22 مرة. كل آية في التسخير بحاجة لدراسة، كل آية في التسخير بحاجة لمحاضرة. ومنها سخر البحر مرتين كما ورد لفظ لحم ومشتقاتها 12 مرة، منها اللحم الطري مرتين. على كلها هذه الأرض آية من آيات الله. الله قال قد سيروا في الأرض وفي الأرض آيات للمؤمنين. من أراد اليقين فليدرس الأرض، لا تصل أن نكون من الموقنين حتى تدرس الملف الأرضي. وهذا الملف الأرضي هذه الآية بتضلك طول عمرك تدرسها ولا تنتهي منها. كويس. البحار القارات 29% من مساحة الأرض، والمحيطات 70.6 أي من الأرض، أي 361 مليون كيلومتر مربع. إحنا قديش مساحة العراق؟ تصور إن 361 مليون كيلومتر مربع، والكيلومتر المربع عبارة عن 1000 درهم، شوف المساحة، تتكلم بأرقام ضخمة هكذا، فتصور قديش كم نحن بالنسبة للأرض. عالم المحيطات أكبر القارات 5.250 مرة. البحر مصدر مشارك تصريف الرياح والسحاب وعذب الماء والغذاء والكساء والكربون والمعادن والطاقات نشاطات الحياة. ولذلك دراسة البحار والأنهار فريضة من فرائض الإسلام، من لم يدرسها فهو مقصر في فقه الكون. اللي الله قال قد سيروا في الأرض، هذه من السنن التي يجب أن تدرس كلها، وهو آية من آيات الله ونعمة من نعمه، وهو مجال من رحب يتدبر تفكرون في خلق السماوات والأرض، والبحار جزء من الأرض من التفكر. ولولا هذا مسطح الماء مفرقا من القارات لما تمت عملية التبخر ولما تمت عملية المطر الدورية. أعماق المحيطات بتوصل 3763 متر، وهي عبارة عمق من عبارة اسمه غشاء رقيق بالنسبة للأرض. شوف البيضة القشرة بتاعتها هكذا، قشرة رقيقة جدا، هي عبارة 1800 جزء، صغير جدا ولا شيء، احنا بنشوفها كبيرة بس عملية بالنسبة للملف الأرضي عبارة عن شيء زهيد. البحران هو البحر المالح الذي في البحار والمحيطات، والبحر العذب يشمل الأنهار، ومرج البحرين أرسلهما وتركهما يلتقيان، ولا يتجاوز كل منه حده المقرر، كل واحد له مساره، كلهم في فلك يسبحون، كل واحد له مجراه، كل واحد له حيواناته، كل واحد له نباتاته، كل واحد له طعمه ولذته. وطبعا الدكتور أحمد عامر متخصص في علم المياه وما بينهما. على كل حال خصائص مياه البحار، مياه البحار مالحة ومرة غير صالحة للشرب،
لوجود املاح معدنيه مثل ملح الطعام وكلوريد المغنيسيوم وكبريتات المغنيسيوم وكبريتات الكالسيوم، والملوحه فيها 3.4%. اما مياه الانهار فهذه المواد فيها مواد كربونات، هذه فيها كلوريد وهذه فيها كربونات. جعل الله مياه البحار والانهار مياه مالحه، ولو كانت غير ذلك لصارت مياه راكده في الاحواض المائيه. فيها الامواج، فيها الموجة توصل 46 متر، فيها الامواج في قاع المحيطات موج منفق توصل 150 كيلو، عباره عن موجه يعني من هان تصل، يعني موجتين بتوصلك من هنا بغداد، شايف، او موجتين بتوصلك من هنا تركيا. تصور الامواج، هذه الامواج موج من فوقه موج، تختلف من حيث التركيب الكيماوي، هذيك تتكون املاح البحار من الكلوريدات وهذيك تتكون من الكربونات، واللي درسوا الكيمياء يعرفون خصائص كل منهم. وفي البحر اغرق الله احدى الجبابره فرعون، واغرق الله في قوم نوح الذين كانوا اظلم وطغى، وفي البحر نجى الله في اضعف مخلوقاته الرضيع موسى عليه السلام، رضيع في اليم، اليم هو البحر العميق، كما نجى الله فيه عبده الصالح ذا النون كويس في قاع البحر نادى في الظلمات. اذا ربنا رب البحر، مالك البحر، خالق البحر، مسخر البحر، والبحر لكم، البحر لكم ايها الجالسون، لكل إنسانية. ولا تنشأ حضارة في التاريخ إلا إذا اجتمع البر والبحر. وفي نطاق 60% من البحر 60% من سكان العالم يعيشون هناك، 4 بليون نسمة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 6.4 بليون خلال العقدين القادمين. طيب، الفرق بين العائلات البحرية والبرية، أضخم الحيوانات وأضخم المخلوقات وأسرعها وأنضجها تعيش في البحر. شايف، في البحر أضخم الكائنات، الحوت الأزرق بعض الأسماك 25 طن، فرس النهر 4 طن، فيل، في حين أضخم شيء في الأرض الفيل الأفريقي 6 طن. طول أطول حيوان أرضي الزرافة اللي في 6.9 متر، لكن الحوت الأزرق 30 متر، والحبار العناق 16 متر، والقرش المتنعم 14، تصور 16 متر يعني 5 أدوار عبارة عن واحد. وأسرع الحيوانات الأخطبوط 160 كيلو بالساعة، يعني سرعة سيارة ما بتسابقه، لو فوت في ممنوع المرور شايف في إشارة ضوئية بتخالفه لأنه هي سرعته. وهكذا سمك التونة 160 وبعضها 110 و96، ولكن في الأرض أسرع حيوان أرضي هو تشيتا 120 كيلو في الساعة. شوف، إذا الأسرع والأضخم والأحجم هو في البحر، وما أدراك ما البحر. وتعمر في البحر أكبر الحيوانات الحية، سمك الكافيار 300 سنة بعيش، فيش عندنا في الأرض بتعيش في هذه المخطأ 300 سنة. وتزرع فيه على النباتات 200 متر بس ارتفاع، 200 متر على 3 تحكي 70 دور، فيش عندنا عمارة، نادر تلاقي عمارة في كل العراق 70 دور. وهكذا، وفي أعماق الخنادق، خندق ماريانا طوله 2550 كيلو وعرضه 69 كيلو وعمقه 11000 متر. تصور هذا البحر، وما البحر بحر عميق. طيب، تزرع في البحر نبات، تبنى في البحر اضخم المنشآت البحرية، اضخم المنشآت البحرية موجودة على البحر. وهكذا العائلات البحرية، يقدر هناك اكثر من 2 مليون نوع من المخلوقات البحرية، مش انا اللي بقدر، العلماء، وانا لست منهم، انا طالب علم. هناك 65000 نوع بحري مكتشف ينتظر الحصول على اسماء علمية. وقام 270 عالم أحياء من 46 مؤسسة في 32 دولة وضع سجل علمي أحياء البحرية، وقد تم سرد تفصيل 226 ألف نوع حتى الآن. هذول مفهرسة وبتقول هذا زي ما يقول للإبل البقر، الإبل نوع، وعندك 226 ألف نوع. السعان تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى ألوف العلماء بس رقموهم وسموهم بس. وهكذا في 165 ألف نوع من الأحياء البحرية، 32 ألف من الأسماك العظمية، 4000 سلالة من الأسماك الحية، 22 ألف من الطحالب، 128 نوع من الثدييات، وهنالك الأخطبوط البحري والحبار والحبار. وهكذا، تصور هذا طوله 16 متر قنديل البحر، تصور قديش يعني 2 من هان لارتفاع الغرفة، من هان الأخطبوط اللي بيطلع كمان طوله 16 متر. هاي صور الأسماك، يعني ربنا مر علينا بالجمال، أسماء اسمها زرقاء، شيء زي الحجر، شوف هذه الألوان الجميلة،
اخترت هذه الملونة، لو عنده ريشة تلوين هذه أنواع أخرى، التروبيكال فيش الاستوائية هذه أنواع مزهرة، وهكذا أنواع ملونة، أنواع أشكال لم يسمع بها الآباء ولا الأجداد. شوف الأسماك الملونة الحلوة هذه، هذه أسماك صافية يرى باطنها من ظاهرها. هذه أنواع أخرى، هذه ألواع صفراء، هذه ألوان أخرى، هذه حمراء، هذه زرقاء. هي هذه نوع، لما تكلم 32 ألف نوع يعني بدك 10,000 نوع من الصور والأشكال. ظهرت الأسماك قبل 450 مليون سنة، شوف قبل الإنسان كان، إحنا بينهم ولدنا، واستخدمها الإنسان قبل 50,000 سنة. قبل 50,000 سنة تدل الحفريات أن الإنسان كان يستخدم السمك، كان عندهم حضارة. الأسماك فيها ثلاث أنواع، شعبة فقاريات وطائفة لافكة، أنواع يعني لا تهمنا. والأسماك أنواع تتميز إلى آخره. 9,600 نوع يعيش في المياه العذبة، و 11-14 ألف مياه المالحة. معظم الأسماك لها هيكل، فمنها الألوان الأحمر والأخضر والرمادي والأصفر والأرجواني والبرتقالي والأزرق والبني، ومنها ما يعيش في البحار، ومنها ما يعيش في الأنهار، ومنها المستوطنة، ومنها أنواع. منها الصغير المجهري الذي لا يرى بالعين، ومنها الوديع المفترس، ومنها الكسول، ومنها النشيط، ومنها ذو الفقار، ومنها الرخو، وبعضها الكبير الطويل والباء الطويل، ومنها الذليل، ومنها الذي يتسلخ الأشجار أو يعيش على الطين. عائلات مختلفة، منها الديدان الملتوية الأجسام مفلطحة التي تتم أن يعني تنتفخ أجسامها كالبالونات. أما أعمارها تتراوح من 3 سنوات لـ50 سنة، فيش 3 سنين ويش 50 سنة، ويعيش مثلا السمكة الرنقة 18 سنة وبعدها 300 سنة. وبعض الأسماك تضع 200 مليون بويضة في الموسم الواحد، في الموسم واحد تحط 200 مليون. يقدروا الآن حسب أعداد الأسماك، يقدروا من 200 ل 800 مليون طن وزن الأسماك اللحم الطري في البحار. مش أنا، 200 مليون إلى 800 مليون طن. طب إحنا قديش نستهلك؟ كل العالم بطلع باصطاد 93 مليون طن سنوي فقط، فأنا بتكلم من 200 مليون 800 مليون طن. وبعض الأسراب 15 كيلو طولها وطولها 3 كيلو، والكيلومتر 15 في 3 45 كيلو، والكيلومتر مربع يحتوي 200 مليون سمك. كيلومتر تصور 200 اضربها في 45 شو بطلع عندك؟ 9,000 مليون سمك. وهكذا، وتضع كل سمكة نحو 10,000 سمكة في الموسم الواحد، بيعيشوا كلهم بخدموا الإنسان. طيب أوزان الأسماك، بعضها وصل 1 طن و3 طن، بعضها 25 متر و5 طن، وبعضها 19 متر، وهكذا. ومنها هلأ نشوف بعض الأسماك الكبيرة التي هاي صور واحد بده يحمل سمك. تسلمها بجمالها وألوانها. طيب إلى آخره، هذه سمكة الأسد الجميلة، زها عنه تشبه الطير ولكن لها أبر وتهاجم غيرها من الغواصين. طيب قدرات السمعية، تسمع الأسماك من 100 ل 120 ألف هيرتز، وبعدين تتفاهم فيما بينها، تتكلم، ترسل رسائل من الحبيب لحبيبته وهكذا، بعثوا رسائل. وطبعا سرعتها 1600، الأسماك 1600 متر في الثانية. طيب ويأكل السمك طازجا ومخللا ومملحا ومجففا ومشويا ومقليا ومسبكا وعلى شكل عصير. ايش ما يخطر ببالك موجود السمك. والأسماك وهي أسماك ذات قيمة غذائية 20,000 يورو، وبيعت سمكة في أسواق اليابان بقيمة 76% مليون دولار، وتم صياد سمكة وزن 411 كيلو، 2 مليون دولار. سمك عالم وفي ناس بحبوه وبيقتنوا. كل حال الصادرات السمكية قيمة توصل 330 بليون دولار عام 2012.
130,000 مليون، يعني مش بس النفط عندك، اللي عندك سمك كويس، والواردات وصلت 104 مليون دولار 2008. التجارة العالمية 183 بليون دولار عام 2014، تجارة السمك. وهكذا موضوع البحر يعني والأسماك والهذا وأقوال العلماء فيها يعني تحتاج إلى محاضرة خاصة. ولذلك نحن لا نستطيع أن نشبع، لا أقوله من دراسة آية، زخر لكم البحر، ضلك تعيش في البحر واللحم الطري ما بتنتهي منه، ولكن الوقت 20 دقيقة لا تستطيع أن تملأ عشرات المحاضرات. بارك الله سماعكم وصبركم وحسن استماعكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل المهندس حاتم فايز البشتاوي للمحاضرة القيمة والمليئة بالمعلومات الهائلة والإحصاءات الرصينة العلمية، وهذا مثل ما يقولون نقطة من البحر. شكرا جزيلا مرة ثانية للأستاذ لهذه المحاضرة.